السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لنبدأ على بركة الله. في هذا الفيديو سوف نرى خبر عن ريال مدريد في حسم صفقة الشاب كامي فينجا لاعب نادر. لنبدأ على بركة الله في تفاصيل الخبر. ريال مدريد يحسم صفقة كامينجا. حسم نادي ريال مدريد يوم الاثنين صفقة التعاقد مع الفرنسي إدوارد كامينفينجا لاعب وسط، وكتب رومانو خبر انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه من موقع التواصل الاجتماعي تويتر. حسم ريال مدريد صفقة إدوارد كامينجا حيث وافق على عرض الميرينبي البالغ 31 مليون يورو بالإضافة إلى متغير. وأضاف رومانو خاض كامينجا أيضا لكشف الطبي الليلي تمهيدا للتوقيع مع ريال مدريد. ستوقع الأندية اليوم على أوراق رسمية للصفقة، واللاعب الآن في طريق إلى مدريد خلال صفقة بيع النهائي الدور دون إعارة. واختتم روما فضل كيمينجا التوقيع مع ريال مدريد على مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان. وكان الشاب صاحب 18 عام هدفا قادما لمجد إدارة ريال مدريد والذي ينتهي عقده معه في الصيف 2022. ويتميز إدوارد كامينجا باللعب في مركز لاعب وسط مدافع، كما سبق أن خاض 3 مباريات مع المنتخب الفرنسي الأول. صراحة ريال مدريد جاب صفقة لاعب شاب صغر في العمر ولديه إمكانيات جيدة للغاية ويتطور في المستقبل، لهذا صفقة مربحة للنادي الملكي وصفقة جيدة خصوصا النادي الملكي كيحتاج لاعب وسط مع إصابة توني كروس ولوكا موديش. فهذا اللاعب جيد وباقي صغير في العمر، فهذه صفقة مربحة للنادي الملكي ونتمنى له التوفيق في المسيرة ديالو. شكرا على المتابعة. لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو ليصلك كل جديد. إلى اللقاء.